السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سعيد السلام جدا ورحمة اليوم الله. أن أتحدث مباشرة إلى السيدة كمال الحيدري تفضل. الذي أبان لنا يعني الشيء الكثير عن المنهج الأموي وشيخه في هذا العصر ابن تيمية، طيب، والذي كنا نعتقد لسنوات طويلة جدا عندما يتحدث السلفيين عن ابن تيمية كنا نعتقد أنه من الصحابة، والآن نعرفهم إذا أتوا بدليل قالوا قال ابن تيمية حتى لو خالف كل شيء نقول أنه كلام ابن تيمية هو صحيح. وحقيقة أنا عايز أقول كنت أود أن السيد يضيف أنه المنهج الأموي وأتباعه في الماضي وفي الحاضر هم أتباع للمنهج الفرعوني الذي يقول لا أريكم إلا مهارة ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني منهج يحجر على الناس القراءة والاطلاع والاستماع. والحمد لله الذي جاءنا في الفضائيات حتى نسمع مثل هذا الكلام. وجزاكم الله خير يا سيدنا. حقيقة حديث الثقلين أنا أعتقد أن بهذا الشيء الذي أنت يعني طرحته هو حجة، يعني حجة على كل من يستمع، وهي دعوة حقيقة للذين يتحدثون في الفضائيات وينشرون الكتب. يعني دعونا من الشيعة فلنعتقد فلنقول يعني على سبيل المثال أن المذهب الشيعي مذهب ضال، ماذا نقول نحن بهذه النصوص الموجودة في كتبنا؟ ماذا نفعل بها؟ فأنا أتمنى أن يجيبوا على ما يطرحه السيد في فضائياتهم، دعونا مما يقول الشيعة وتحريف القرآن وكذا وكذا كل هذه الأشياء. نحن نريد إجابات عن ما هو مطروح في كتبنا. جزاكم الله خير سيدنا.